طيب خليني اقول لحضراتكم بقى خبر على السريع كده، لكن هو الحقيقه خبر ايجابي حبيت انه نختم بيه اخبارنا النهارده، وهو التوصل الى يعني احد العلماء في الولايات المتحده الامريكيه اعلن ان هو توصل الى علاج نهائي للسرطان. الحقيقه انه منظمه او هيئه الغذاء والدواء الامريكيه اجازت اول دواء في العالم بيعالج اي نوع من انواع السرطان من منبعه. العقار الجديد ده تم تصميمه علشان يكون صالح للاستخدام للكبار والاطفال، وبيعتمد على معالجه الطفرات الوراثيه للاورام السرطانيه بغض النظر عن نوع المرض او مكان نشاته. مخترع العقار ده دكتور ديفيد هايمان رئيس مركز تطوير او هو رئيس مركز تطوير الادويه المبكر في نيويورك، قال انه كان بيتم علاج السرطان بشكل تقليدي بناء على اساس مصدر الورم، يعني لو موجود مثلا في غدة، لو موجود في رحم مثلا، في المخ، ايا كان مكانه، اصاب اي جزء من جسم الانسان. لكن العلاج الجديد بيشتغل على الجينات، بيعالج الجين الاصلي اللي بيتسبب فيه ظهور الورم. وقال انه تم تجربة الدواء فعليا على ام وطفلتها وتم شفائهم. المشكلة الوحيدة انه هذا الدواء مرتفع جدا الثمن، بيبلغ تكلفته حوالي 300,000 دولار أمريكي، مبلغ ضخم جدا ممكن ناس تقدر توفره. لكن الجميل أنه طالما الأمل موجود أنه في يعني دواء ممكن هو يشفي السرطان وتم تطبيقه بالفعل واستطاع أنه هو ينجح في الوصول للنتائج دي، مع التجارب العلمية ومع دخول الأدوات الحديثة ممكن يتم الوصول لبديل أرخص في الثمن. لكن هو أكيد خبر مفرح حبينا أن احنا نقوله.